السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو كذا سؤال متعلقين بنفس الحاجة يعني حوالهم بسرعة. اتفضل. كان في لنا أرض كانت حتة زراعية وبنينا عليها يعني، المهم بنينا إنها مسجد وجنبه كده أوضتين صغيرين كده، مثلا لما نروحوا المكان سفر البلاد دوت نقعد هنا فيهم يعني. معذرة قاعد. كان لنا أرض وبنينا عليها مسجد وجنبها أوضتين صغيرين كده. لكم أرض بنيتم عليها المسجد وبجوار المسجد غرفتين. أيوة كده. والأوضتين دول يعني الكهرباء بتاعتهم والمية من نفس من حاجات المسجد، بس المسجد أصلا بياخد كهرباء ومية مجاني خالص، مفيش أي حاجة عليه خالص. أيوة. وإحنا لما بنروح ساعات بقى لما بنروح مثلا كل شهر مثلا مرة يوم أو يعني أنتم تستفيدون من المياه والكهرباء التي تدخل غرفتيكم، ادفع مثل قيمة نظيرها لشركة الكهرباء إن استطعت، ما استطعت فللمسجد. تمام. السلام.